يوم ما وقف كلام من دهب، سمعت الخبر ازاي؟ جالك ازاي؟ واستقبلته ازاي؟ هو ما كانش كلام من ذهب، هو كان مين السبب؟ عملنا اكتر من 12 حلقة، ما ان عملنا حلقة بس في وقت ما جايش كلام من ذهب في رمضان، الناس مستنيها ما بيجيش، السنة بتعدي. ما هو اللي حصل بقى، استدعاني مدير مكتب وزير الاعلام في الوقت ده، كان مين ساعتها؟ مش مشكلة مش مهم يعني، مش عايز اقول اسماء يعني. البرنامج ده عايزين ايجابيات او تاخد اجازه؟ قلت له لا انا عاوز اخد اجازه، وقال لي كويس انك تشتغل في رمضان بس. قلت له شكرا، ده كان معناه ان انا اشتغل في رمضان فقط، ان انت تعمل كلام من ذهب رمضان بس. في رمضان اشتغلت في رمضان لا، واحده واحده، خدنا واحده واحده. جالك قال لك وقف البرنامج بعد ما عملت 12 حلقه، طلبوني في التليفون تعالى. رحت كنا مزيه من الجمعه، رحت السبت. كانت اخر حلقه تفتكر اتذاعت كانت ايه؟ كانت حلقة عن مشاكل الشباب، شاب باع كليته عشان يكمل تعليمه هو وأسرته، وشاب كان عنده عربية فول في اسكندرية، فكان بياخدوا منه رشوة كل يوم 10 جنيه. البلطجية بتوع المكان لا يعني؟ مسؤول في الحي أو الصحة يعني في الوقت ده، الكلام ده في 2003 2002 2003 حاجة كده. وكان معانا بقى الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد، دخلت شمال والبلد محطمة الشباب وبتاع، مسألة يعني الناس كتيرة ما نامتش في الليلة دي. تاني يوم ما تشتغلش وتشتغل في رمضان بس. خدت الموضوع شكرا واشتغلت رمضان، بقى يذيع 1:30 2 بالليل، وساعات ما يذاعش. دخلت في الصدمات يعني، ساعات بيتذاع وساعات ما بيتذاعش، عشان برضو البلد ما تطلعش فقيرة وان الشعب مش جعان يعني. هو انت عارف ساعات لما تقول الصراحة بتعمل مشكلة. بس أنا طيب واعي. ما كانش في حكمة يعني لما كنت بتشوف مثلا إن في حلقات ممكن تجيب لك مشكلة، ممكن تقعدك في البيت، ما كنتش بتقول طب ما نعمل حلقات خفيفة بسيطة؟ مش أنا اللي أعمل كده. لا بجد، مش أنا، لا مش أنا، ما جاتش اللحظة دي قلت أنا كان مالي؟ ما أنا كنت عملت زي كتير من الناس، طلعوا حاجات عادية. بص، هو الصدام في مجال الإعلام ده شيء طبيعي، ما حصلش صدام يبقى أنت ما اشتغلتيش. المشكلة لازم الواحد يستفيد، ده واحد. الحكمة والخبرة إزاي تقدمي إيه في إمتى. يعني ممكن يبقى عندنا غلطة كبيرة في البلد، أنا كإعلام ما أقولهاش دلوقتي لأنها تستغلي سياسيا بشكل غلط. ممكن في وقت تاني أقول حاجة لازم نقولها لصالح البلد. أعتقد في الوقت ده ما كانش عندي الخبرة دي يعني، ما كانش في خبرة أنا أقدمها. طب ما إزاي؟ طب محدش قاعد معاك أو أنت ما طلبتش إنه إيه مثلا شكل الحلقات اللي ممكن أقدمها؟ لا، كان خلاص بقى اتقفل وخلاص بقى، روح البيت شكرا، ما فيش الكلام ده. كان في علاقة أو صداقة ما بينك وما بين جمال وعلاء؟ لا، كنت أعرفهم زي ناس كتيرة، بس ما فكرتش ترفع سماعة التليفون وتقول لهم البرنامج يتوقف؟ طب ادوني فرصة تانية. إحنا ما نعملش كده. لا لا، أتكلم معانا يعني أفكار، ما جاتلكش الفكرة ولا طلبت وقال لك انت لا؟ لازم كاعلامي الواحد يعتز بكرامته. مفيش نقعد في البيت، يا تشتغل صح يا ما تشتغليش. لا، هي فكره ان انت بتدافع عن شغلك، ما هو انت كده مش هتطلع خالص، ما ممكن تبقى بتاخد نص العمل ما يعني. مش هنعمل ايه اللي حصل يعني؟ ما في ناس طلعت، ما احنا سنه ثوره ما اشتغلناش. انا بسالك. لا، انا بقول لك الحقيقه انك تشتغلي صح يا بلاش. ما حدش نصحك قال لك كلم كذا اعمل كذا خالص، ولا كانت الناس تهمها ان انت تقعد في البيت؟ قول لنا، احنا عاوزينك في ناس النهارده كتفرح تقول لنا ان انا كلام. اقعد في البيت ما قلتوش قبل كده. بس عاوز اقول لك انا كنت بستغرب انه مثلا قدمت فكره الغارمين. على فكره الغارمين دي بدات في دوله الكويت. قابلت مرة أسرة أو ناس من الكويت كلموني على فكرة الغارمين، فك موضوع الغارمين ده، فقدمتها لوزير الداخلية في الوقت ده ورفض؟ ما ردوش عليا. قابلت حد من رئاسة الجمهورية قال لي ابعد عن الموضوع ده بعديها بالمصادفة. وعملتها في 2010 برنامج اسمه طارق مع طارق في التلفزيون المصري. وكان رئيس الاتحاد مهندس أسامة الشيخ، وهو حبيبي جدا وبحترمه جدا. وعمل برنامج
ميعاد واحد مش عارف 4 العصر ولا 4 الفجر حاجه كده يعني. واتخانقت قلت له مش عاوز اذيع البرنامج. فذاعوا البرنامج ميعاد تاني كان بيجي 4 الظهر و4 الفجر او 3 و3. يعني اتحطت خطه ان هم يقللوك واحده بواحده؟ مش هم مش متعمدين يعني بقدر ما الواحد ازاي يعني معروف الوقت اللي فيه مشاهده شغلك هو شغلك اللي بيعمل اعلامي ناجح وفيه مشاهده شغلك ده متقيل. بص دلوقتي بتفرج على موضوع الغارمين ده بضحك، احنا دفعنا الثمن ده عشان يطلع. احنا اللي شلنا الليله دي. بالمناسبه لما عملتها في 2010 هزت مصر ونجحت نجاح كبير جدا على الرغم الميعاد السيء، على الرغم من حاجات كتيره قوي، بس عملنا شغل هايل لله.